يا جماعة الخير أخبركم القصة كاملة. يوم الأربعاء المساء أنا كنت طالع من أدم إلى صلالة عشان أروح إلى اليمن، فتواصلت مع الحارث هاتفيا، قلت له حارث أنا طالع اليمن، قال لي أنا بكرة أطلع وإن شاء الله الملتقى إذا تقابلنا في صنعاء، لأنه هو خط سير رحلته غير وأنا غير. طيب أنا وصلت إلى محافظة إب وهو طلع يوم الخميس، ووصلوا إلى مأرب. صاحب اليمن اللي عنده بلغ أهله أنهم وصلوا إلى مأرب، وكذلك في عندهم كان صديق أنه يريد يقابله، وتواصلوا أنه إحنا في مأرب. بعد ذلك صديقهم يتصل فيهم ما يرد عليه، فراح إلى النقطة بلغ عنهم أنه هل مروا هذيلا؟ قالوا له مروا قبل نص ساعة. وين راحوا وين هذا؟ ما حد يعرف، فقد الاتصال تماما فيه. حلو حلو. بعد ما فقدنا الاتصال فيهم واستصعب علينا نوصل للشخص اللي كان بيقابلهم في مأرب، ما عرفنا أي شيء عنهم. أول معلومة مؤكدة وصلت لي كانت فجر الاثنين الساعة 12 صباح الاثنين، وصلتنا معلومة أنهم في مأرب احتجزوا من قبل نقطة للتحقيقات، وإيش نوع التحقيقات، إيش المشكلة، ليش احتجزوهم، ما نعرف. بعدها في صباح الاثنين الساعة 8:27 وصلتني محادثة أنهم في شخص يسأل شخص في أحد النقاط هل عبروا هذيلا؟ قال له عبروا قبل ربع ساعة. هذه المحادثة كانت في تمام الساعة 2:45 صباحا، هذه كانت الساعة 8:30 صباحا أنهم عبروا. ما نعرف صحة هذا الخبر، صح ما صح، قلنا ممكن أنهم طلعوا والحين ناموا ارتاحوا، بس ما كان في أي تواصل. إيش اللي صار بعدين؟ تعال أخبركم. بعد ذلك في نفس اليوم في يوم الاثنين الساعة 5 وصلنا أن حارث تم استيقافه مجددا الساعة 6 وين؟ ليش؟ وين أخذوه؟ ما في أي معلومة. حاولنا حركنا أمورنا في مأرب، الناس اللي نعرفهم في كذا كذا، ما في ولا أي معلومة. كان في تكتم على الخبر بشكل كبير جدا جدا. من يوم الاثنين لحد اليوم ما في شيء. نحاول نحرك معارفنا، يسألوا حارث بخير، مجرد إجراءات وتحقيقات، ولكن وين ما نعرف. فالخبر انتشر من صنعاء، من بعض المشاهير في صنعاء عندهم تواصل معه وفقدوه وكذا، ما أعرف كيف اللي وصلهم، بس انتشر الخبر من صنعاء. وزين أن انتشر الخبر، الجهات عندنا تحركوا جزاهم الله خير. السفير اليمني في عمان سعادة الشيخ أحمد العبري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية نزوة، والأخوان في وزارة الخارجية جزاهم الله ألف خير. الآن وصلتني معلومات الحين أن تم الإفراج عن حارث، لكن ما صدر بيان رسمي، لذلك أنا ما أعرف هل طلعوا ولا لا لحد ما يصدر بيان رسمي. يعني لا طالب لا فلان ولا علان ولا علان يعرف هل تم الإفراج عنه ولا لا. حلو، لما يصدر بيان رسمي من وزارة الخارجية هذيك الساعة بإمكانكم تتأكدوا، أو أنه يطلع حارث ويصور ويقول أنا طلعت. جالسين نحاول، عندنا مصدر في مأرب، ولكن للأسف كذلك من الأمس فقدنا التواصل معه وما نعرف. الحين الشباب جالسين يتصلوا بمعارفنا في مأرب ونشوف، وإن شاء الله يكون الكلام صحيح ويكون تم الإفراج عن لذلك الحمد لله، الحمد لله أن وصلنا الخبر تم الإفراج عن الرحال حارث الشريقي والصديقه اللي معه. مصدر موثوق بإذن الله تعالى، ولكن ننتظر الخبر الرسمي بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، انتظر الخبر الرسمي وإن شاء الله حارث يرجع لنا بخير وصحة وسلامة بإذن الله تعالى. بدأت تمطر في محافظة إب، والحمد لله هذا الخبر السعيد وهذا الأجواء الطيبة. نشوفكم إن شاء الله على خير، في أي شيء جديد راح نبلغكم هنا أو أنه يصدر خبر رسمي من الوزارة. مع السلامة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.